طيب نشوف المثال الثاني هان اكسرسايز ثاني نفس الفكره بس خلينا نشرح المساله هان بشكل سريع. بقول لي هان ديزاين لوجيك سيركت، صمم لي لوجيك سيركت تو برديوس هاي، حتعطيني الاوتبوت واحد متى؟ اف اند اول اف اذا كان الانبوت ريبريزنتد باي 4 بت باينري نمبر، يعني مدخلات كم؟ 4. اذا كان اكبر فاليو بتاعت القيمه بتاعت اكبر من 12 او اقل من 3. طيب لو عايزين نعبي الترو ستيت مباشره احنا اللي استلمناها هنا، لان هذه القيم اللي هنا 0 0 قيمتها 0، هذا واحد بالديسيمال بالعشره، 3 4 لحد كم؟ 15 14 13 12 11 الى اخره. فبقول لي هنا اذا كان عندي الاوتبوت حتكون الاوتبوت عندي هنا واحد متى؟ اذا كان عندي اكبر من 12 واقل من 3. أقل ويساوي؟ لا أقل فقط، فبالتالي أنا عندي هنا حيعطيني هذا واحد واحد واحد، هذا حتعطيني ايش؟ صفر، لأن هذا ايش؟ مش أقل ويساوي ثلاثة، هي فقط واحد صفر وواحد واثنين، ليش؟ لأنهم أقل من مين؟ من الثلاثة، أو تكون أكبر من 12 ولا 12 هل 12 هل أكبر ويساوي؟ لا، فبالتالي عندي حدخل على 13 بحط واحد 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 مباشرة، بقى هنا ايش حيكون كله ايه؟ أصفار بكل بساطة. هنا انا بنيت مين؟ التروستر. طبعا مباشره بقدر انا الحين اعمل مابنج لمين؟ للكيماب. حنيجي نطلع على مين؟ على الكيماب. تعال نعبيها هيك 0 0 0 0 هنا 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 هنا 1 بعدين نيجي تحت هنا 1 1 0 1 1 1 0 1 هيها 1 1 1 0 اللي هي هيها، واخر شيء 1 1 1 هيها. طبعا نحن هنا هنعمل اس وبي، انت حر بعدين تنتج تعمل تحدد الاصفار وتعمل بي واس تشوف حسب السؤال. فهنا نيجي نعمل عمليه الجروبينج. كيف نعمل الجروبينج؟ هنا الجروبينج هنا عندنا شحيح لانه هنا عندنا الثلاثات، فحاجه انا اول شيء اعمل هاي الجروبينج اوف اثنين وهاي الجروبينج الثانيه. هاي الجروبينج الثالثة وهاي الجروبينج مين؟ الرابع. وبعدين نقرا مين؟ الترم تعيينها، يعني بطلع مثلا هذا حتعطيني مين؟ A بار B بار A بار B بار مين؟ B بار. نجي نطلع على هاد حتعطيني ايش؟ A بار B بار بعدين C بار. نجي نطلع على هاد حتعطيني هنا A B، حتشوف من عندنا هنا D. نجي على هاي حتعطيني A B بعدين مين؟ C. فنحن ممكن طبعا هذا النص مينيمايز، تيجي تقول لي مثلا هاي A بار B بار سوري D بار زائد A بار B بار C بار زائد A B D زائد A B C. طبعا هذا احنا ايش؟ نرسم اللوجيك سيركت بتاعتها لان هذا موست مينيمايز من ناحيه عدد الجيتس. بعدين ايش نحولها ل ناند ناند، والافضل نحولها لمين؟ لناند ناند سيركت، وهذا احنا بنكون حصلنا على السيركت اللي فولفل الريكويرمنت هذول. الاكسرسايز اللي بعديه طبعا انا بس بوضح السؤال لما الصوره توضح يعني. طبعا الكلام هذا انتم حتفهموه بشكل اكثر لما تحلوا اسئله الواجب وتمارين. انما نفس الخطوات. بقول لي هنا ديزاين مينيمايز لوجيك سيركت تو برديوس حتعطيني هاي متى؟ اف اند اول اف ذا انبوت ريبريزنتد باي 4 بت باينر نمبر هاز 2 اور مور هذا مش باينر نمبر سوري هذا خلص يعني 4 بت عاديه لكن هو بقول لي اذا كان عندي 2 اور مور كونسيكتيف كونسيكتيف شو يعني انهم متتاليين إذا كان عندي 2 or more consecutive ones otherwise produce low output. شو يعني الكلام هذا؟ يعني بقول لي أنا إذا كان في عندي إذا حيعطيني الأوتبوت واحد إذا كان عندي عدد الوحدات اللي ورا بعض 2 or more. يعني مثال نطلع هنا consecutive يعني ورا بعض، يعني مثال هنا نيجي على هذا تعطيني صفر هذا مش واحد ولا هذا واحد لأنه فيش وحدات ورا بعض. هنا برضه لا هنا نعم لانه هذه واحد وهذه واحد ورا بعض
هتعطيني ايه؟ واحد. هنا لا طبعا لانه فيش وحدات ورا بعض. هنا عندي نعم هاي الواحد والواحد جايين مباشره ورا بعض هتعطيني ايه؟ هتعطيني انا ايه؟ واحد. هذا طبعا ايه؟ سؤال هنا الواحد اللي هنقول لي هنا واحد ولا صفر؟ صفر لانهم مش ورا بعض في بينهم اللي هو الصفر فبالتالي هتعطيني انا ايش؟ صفر. وضحت الفرق بين هذا وهذا؟ مش موضوع عدد الوحدات هو الموضوع انه لازم يكون اثنين من الوحدات او اكثر بس يكون كونسيكتيف ورا بعض مباشره، يعني انا حيعطيني انا واحد، هان صفر، هان صفر، لانه برضه مش كونسيكتيف الوحدات. هان عندي برضه صفر، هان واحد لانه في اثنين وحدات ورا بعض، هان واحد، في وحدات ورا بعض، هان واحد، وهنا واحد وهنا واحد. طبعا بناء الكلام هذا اعمل هذا الستاندرد تاسه بي، ستاندرد بي واس، بعدين اعمل مابينج على الكي ماب، اعمل مينيمايزيشن، طلع اللي هو الموست مينيمايز اس او بي او بي واس اللي بتشوفه مناسب، بعدين نرسم السيركت تاعتها، بعدين بنحولها لنان نان او نورس نور سيركت، وانت احنا بنكون بدينا من ريكوايرمنت زي هيك عنه وحصلنا على لوجيك سيركت صحيحه كامله متكامله. هذا بالنسبه لموضوع اللوجيك سيركت، هيك بنكون احنا خلصنا الموضوع الاول موضوع نان نان والنور نور وليش اليونيفرسال وكيف احنا نعمل مينيمايزيشن من ناحيه السبيس، بعدين دخلنا على موضوع الديزاين، والديزاين احنا بنشوفه شامل كل الشغلات اللي اخذناها قبل هيك. طبعا احنا هنا حنضطر بعد هيك نبدا في المشروع تاع البروجكت ال 7 سيجمنت ديسبلاي، وال 7 سيجمنت ديسبلاي هذا موضوع احنا بنشوفه بالريل لايف، وهذا ريل لايف اكزامبل عشان نشوف الفكره كيف عمليه البناء، وين اللوجيك ديزاين في الموضوع. هذا المشروع طبعا انا هحط عليه ديو ديت وحسلمني اياه برضه على الموديل، يعني حكي بالتفاصيل ها ومتى سلمني اياه. الفكره تاعته احنا بنشوف مع بعض هان اللي هو الديجيتال نمبر زي الساعه هاي. هو السؤال هنا يعني هذا الرقم كيف بيطلع صفر وهنا كيف ثلاثه وهنا واحد كيف؟ فاحنا طبعا بكون عندنا اللي احنا زي ما شايفين هاي وهذه بكون فيها منظر زي الثمانيه، ادير بالك هذه مطفيه. طبعا حسب الرقم مين اللي حيضوا في هدول حسب الرقم. فاحنا بنسميها ال 7 سيجمنت، ليش؟ لانه طلع عليهم عدهم 1 2 3 4 5 6 7 فسميناهم 7 سيجمنت. لاحظ؟ طبعا هنشوف مع بعض الآلية اوضح لك الصورة. أول شيء الفكرة كالتالي، أنا في عندي أنا هاي الكيبات للأرقام من 1 لمين؟ لتسعة، من 0 لتسعة، تمام؟ انتبه معها كثير مهم تفهم. فأنا هنا لما بدي أقص على واحد عايز يضوي لي هنا مين؟ يعمل لي طبعا هنا في عنده لوجيك سيركت بسميها 7 سيجمنت ديكودر، هذا اللي أنت راح تصممه بحيث إنك يظهر لي الرقم 1. كيف حيظهر الرقم 1؟ هذول كلهم مطفيين ما عدا هذا وهذا زي ما حنشوف مع بعض. يعني مثال نطلع هنا هذا الرقم صفر، ليش هذا صفر؟ لأن السيجمنت هاي وهاي 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 ضوئين، هذا طافي. هذا واحد، ليش؟ لأنه هذا وهذا الضوء. هذا اثنين، لأنه مين المضوي؟ هذا وهذا 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 وهذا، واضح؟ ثلاثة هذا، مين الضوئ؟ هذا وهذا 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 وهذا، واضح المنطق؟ نمشي لحد ما نوصل لمين؟ للتسعة. طيب فأول شيء لو احنا عايزين نبني السيركت هاي وهذا السيركت هنا حسب طبيعة المدخل تاعها، حسب المدخل تاعها، يعني المدخل هنا هذا المدخلات والأوتبوت هنا حسب المدخلات. بمعنى لو احنا عايزين نطبع الرقم 2، اذا انت عايز تطبع الرقم 2 لازم هذه تكون 1 ولازم هذه تكون 1 ولازم هذه تكون 1 ولازم هذه الاي تكون 1 والدي تكون 1 وهذول مين؟ اصفار. كيف يعني؟ لانه هذا لما كانت 1 حتضوي يعني، فهذا لما ضوت عملت عندنا ايه؟ زي هيك، هاي وحدات وهي وحدات وبعدين عندنا هنا هيك وعندنا هنا هيك، فايش صار عند الرقم؟ 2، هيك بيظهر الرقم 2،
طيب تعال نشوف فعلا نفهم كل الارقام كيف حددها فيها. طبعا هي الراس من فوق انا عامل لك ومحدد لك السيجمنت ومرقمينه. السيجمنت هنا احنا هنعتمد الكلام هذا، هذول كم من سيجمنت؟ سبع سيجمنت ومرقمهم هنا A B C D E F G اخر واحد سبعة هذول. تعال نطلع على هاي الاول، هذا هم ملف A B C D E F G تمام. انا عايز هنا اطبع صفر، يبقى مين اللي حيكون اون؟ اللي حيكون اون هايهم، كل هذول حيكونوا اون ما عدا مين؟ ما عدا الجي. انا عايز اطبع واحد، مين اللون؟ حيكون البي والسي. شو يعني اون؟ يعني حيكون خش عليه واحد والباقي اصفار مطفيين. عايزين نطبع اثنين، حيكون عندي الاي والبي والجي والاي والدي، هاي اثنين. ثلاثة، مين ثلاثة؟ حيكون الاي المضوي والبي والجي والسي والدي، هاي الثلاثة. نشوف الأربعة، الأربعة مين المضوي؟ الاف والجي والبي والسي، هاي الأربعة، واضح؟ الخمس حيكون المضوي مين؟ الاي والاف والجي والسي والدي، هذا منطقي يعني. كمل بقى، الستة ها حيكون عندي الاف وهنا الجي ضاوية والسي والدي والاي، هاي الست. السبعة اللي هم مين؟ الاي والبي والسي، هو رقم مين؟ سبعة. الثمانية طبعا كلهم ضاوية. الثمانية هنا ايه؟ كله ايه؟ كله ضاوي، يعني كله حيكون ايش؟ هاي. التسعة هنا كله ضاوي ما عدا ايه؟ ما عدا ايه؟ هاي التسعة زي ما احنا شايفين. فهيك احنا بنظهر الارقام. فصار عندي هنا لما اقص على الواحد الزر اللي هنا هتنطبق عندي مجموعة من الشحنات الكهربية، بحيث لما تدخل عندي على اللوجيك سيركت هاي اللي حنصممها هيطلع عندي هنا اللي هيطلع عندي، ما إن أنا قصيت على الواحد اللي هيطلع عندي اللي هو هذا واحد ومين وهذا واحد والباقي مين؟ هذول أصفار. إذا هذول كلهم أصفار وهذا الواحد، مين اللي حيطلع هان؟ اللي حيطلع هان هذا اللي أجعل عليها الواحد واللي حيطلع على اليمين الثاني. فهيك بيطلع عندي او بيظهر عندي الرقم واحد. واضح؟ طيب السؤال هنا هذا اللي هنا الباد اللي معانا او الكيبورد كم من سلك لازم يطلع منه؟ هو السؤال هنا نبدا بالاول عشان تفهم. لو كان طالع سلك واحد، هذا السلك معروف اما حيكون صفر او حيكون واحد، ماشي. يعني الصفر نفرض اعتبرناه لما نقص هنا حيطلع لي صفر، ولما نقص على اثنين حيطلع لي واحد. طيب لو بدي اقص على ثلاثة يعني حيكون برضه يا صفر او واحد، يعني صار في تكرار، بنفعش بكفينيش انا سلك واحد. نضيف كمان سلك، لما ضفنا كمان سلك اكم من ديفرنت فاليو حيطلع معي. حيطلع معي هنا اول شيء بينهم قيمتين هنا اللي هم مين؟ صفر وصفر، صفر وواحد، واحد وصفر وواحد وواحد. يعني لو اعتبرنا هذا الصفر لما نقص هنا نطلع له صفر صفر، والاثنين صفر واحد، والثلاثة واحد صفر، والأربعة واحد واحد، والباقيين لما تقص خمسة بما إنه هنا فقط سلكين يعني حيرجع يتكرر واحد من هذول، بينفعش، لازم نضيف مين؟ كمان سلك، لازم نضيف إيه؟ كمان سلك. لما ضفنا كمان سلك كم القيم طلع اللي هم ايش؟ صفر 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 واحد، كل القيم صفر واحد صفر صفر واحد 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 صفر صفر واحد صفر واحد 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 صفر واحد 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 من صفر لكام لسبعه. نيجي نطلع هاي نفرض انه هذا صفر صفر صفر، فرضا لما نقص هنا يطلع لي ايش؟ ثلاث اصفار. هذا الكود بنسميه يعني، فبالتالي انا كل رقم من هال لازم يكون لي كود خاص بي، زي فكره الاسكي كود. الاسكي كود هنا حرف الاي لما اقص عليه بيطلع لي مجموعه من الشحنات الكهربيه تختلف عن مجموعه الشحنات الكهربيه تاعت البي او السي او الدي، والا ما ينفعش. فبالتالي احنا اعتمدنا هذا وهنا 0 0 1 0 1 0 هاي 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
واحد صفر واحد واحد واحد. بعدين بدك 9 والصفر كيف بدي اغطيهم؟ اصبح انا ما بقدرش غصب عني 3 بكفونيش، 3 سلاك لازم يكونوا كام؟ لازم يكونوا 4 سلاك الحد الادنى يعني. طيب لما كانوا 4 سلاك هل بكفوا؟ نعم بكفوا، لان الاربع سلاك هنا هيكون صفر 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 واحد صفر صفر واحد صفر 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 واحد واحد صفر واحد صفر 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 واحد صفر واحد صفر واحد واحد صفر صفر واحد 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 صفر صفر واحد صفر صفر واحد واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد واحد إلى آخره. طبعا نجي احنا ممكن نرسم زي هيك مباشرة وريح حالنا، هاي ممكن نعتبرها هاي أربع أصفار، هذا الكود الخاص بالصفر، لما أوصل الزر هاد حينطلق أربع شحنات كهربية اللي هم مين؟ أربع أصفار. على الواحد 0001، على الاثنين 0010، على الثلاثة 0011، على الأربعة 0100، الخمسة 0101، الستة 0110، السبعة 0111، الثمانية 1 3 اصفار، التسعة 1001. طبعا انت ما غطيت كل الارقام ممكن ادخلهم، وكل رقم من هدول له كود خاص بي يختلف عن الثاني، فبالتالي انا لازم تكون عندي اربع مخرجات اللي هم اربع مدخلات لمين؟ لل 7 سيجمنت ديسبلاي. فبالتالي انا هذا اول شيء احنا استنبطناه بانه اللوجيك سيركت هاي اللي راح اصممها شو مدخلاتها؟ كم مدخل لها؟ أربع مدخلات اللي هم 2 3 4، وكم مخرج لهم؟ 7. ليش 7؟ لأنه أنا عندي 7 إيش؟ سيجمنتان، وكل مخرج من هذا مشبوك في مين؟ في سيجمنت، عشان إما يضويه أو يطفيه. متى بيضويه؟ إذا كان بعت له واحد، متى بينطفي؟ إذا كان مربوط لإيش؟ صفر. هيك إحنا حنحصل على الأرقام. طيب طبعا الآن الفكرة بأنه إحنا حسب فهمنا لازم ايه؟ بدنا نجيب الترو ستيبل، مش هيك تعلمنا في الديزاين؟ لأن إذا قدرنا احنا كل الكلام اللي حكيناه لحتى الآن فقط عشان نفهم ايش الريكوايرمنت، ايش طبيعة المشروع إلى آخره. هنا المركز الرئيسي أو الحجر الأساسي اللي هو الترو ستيبل. هذا الترو ستيبل كم مدخل لها؟ 1 2 3 4 مداخل زي ما اتفقنا، وكم مخرج لها؟ 1 2 3 4 5 6 7 مخارج. طبعا هذا كتب لك القيم من 0 لمين؟ ل 15، لانه ليش 0 ل 15؟ لانه مستخدم انا 4 بت 0 0 0 0 0 0 بت، ما هو لازم يكون على الاقل 4 بت، 3 ما بظبطش معي، ما كفاش، ما غطاش كل الارقام من 0 ل 9. طيب وبعدين فبقول لي هنا تعال نشوف كيف حنعبي الترو ستيبل هذا. فبقول لي هنا لما نكتب احنا لما يجي عندي يدخل على اللوجيك سيركت تاعتنا 4 اصفار هم قيمتهم بالديسيمال كام؟ صفر. ايش اللي حيطوي عندي وايش اللي حيطفي عندي؟ تعال نطلع هان مين اللي حيكون واحد ومين اللي حيكون صفر. طبعا على افتراض انه الواحد يعني يضوي والصفر يطفي، فكله حيكون وحدات ما عدا مين؟ الجي. فلاحظ معي كل واحد 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 هذه مين؟ صفر. هيك انا بحصل على نظهر الرقم صفر. تعال شوف اللي بعدها بتوضح الصوره اكثر. نيجي على اللي بعدها لما يكون صفر 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 واحد المدخل لو قيمته بالعشر يعني واحد مثال، فايش معناها؟ معناتها انه لو وصلنا احنا على زر الصفر بالاول هان تاعت الباد اللي معنا والكيبورد، لما نوصل الصفر حتنطلق عندي مجموعه من الشحنات الكهربيه. شو هم؟ اللي هم 4 اصفار. لما اوصل واحد حتنطلق عندي 4 مجموعه شحنات كهربيه اللي هم مين؟ صفر 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 واحد. لما اوصل 2 حتنطلق عندي لو ايش؟ مجموعة 4 شحنات كهربية اللي هم مين؟ 0010 إلى آخره، لما نصل للنهاية. طيب، تعال نجي على الواحد. الواحد هنا كيف بحصل عليه؟ مين اللي لازم يكون واحد؟ اللي هو أون يعني البي والسي فقط، والباقي كله ايش؟ مطفي. فلاحظ هنا طلع بس فقط البي والسي هم الواحد، والباقي كله ايش؟ أصفار. وضحت؟ تعال نشوف اثنين، الاثنين هنا عشان أنا أقدر أظهر اثنين مين اللي حيكون مطفي؟ اللي هم الاف والسي، وين الاف والسي؟ هاي السي وهي الاف، والباقي حيكون كله ايش؟ وحدات، واضح كيف بتكتب الترو ستيبل؟ تعال نشوف ثلاثة هنا هيك، ثلاثة الاف والاي اللي حيكونوا اصفار هاي هم.
هاي الاف والاي اصفر والباك حيكون مضوي اللي هم عليهم الاي والبي والدي والسي والدي حيكون كلهم وحدات يعني مضويين. نيجي على الاربعه، الاربعه عندنا مين مطفي؟ الاي والاي والدي، هاي الاي والاي والدي مطفيين والباقي ايش؟ وحدات. طب نيجي على الخمسه، الخمسه هنا مين اللي مضوي؟ نيجي على اي، هل الاي حتكون اون؟ نعم لانه هاي. نيجي على البي اون؟ لا هذا حتكون صفر. بعدين نيجي هنا على مين؟ على السي، نعم لازم تكون واحد تنضوي، والدي لازم تنضوي، نعم. نيجي على ايش؟ على الاي، لا تنضويش الاي. بعدين نيجي على الاف، الاف نعم لازم تضوي، هيك الخمس، واخر واحد مين؟ الجي، واضح؟ فلاحظ مين المطفيات هنا؟ البي والاي اللي هم عليهم، البي والاي. نشوف الستة ولا خلاص؟ تعال نشوف السبعة. هاي السبعة اللي هنا مثلا، أنا بس اضطريتش أحل السؤال أنا يعني، هتكملوه أنتم براحتكم. فالسبعة هنا نيجي على الاي، المطوي عند الاي او بجي واحد؟ نعم. والبي؟ نعم. والسي؟ نعم. فقط هادو هادو هادو، الباقي كله ايه؟ كله ايه؟ اصفار يعني مطفيين. الموضوع المثير هنا انه طيب ماشي بالنسبه للتسعه، خلينا نكتب التسعه، هاي التسعه كلهم مضويين ما عدا مين؟ طبعا لاحظ الثمانيه كله وحدات، اختصر عليك، هذا وليس هذا كله ايه؟ وحدات، لانه كله مضوي لازم يكون. هنا كله وضو ما عدا مين؟ ما عدا الاي، يعني الاي الوحيده اللي صفر والباقي وحده. انا خلصت هيك من صفر لتسعه، طب بشوف احنا في عندنا هنا كمان لسه في شغلات زياده يعني. ماشي بس انا 10 ما بقدرش انا اقطع لانه عندي زر واحد، فقط زر واحد، ديجيت واحد. طيب ماشي لكن هذول مدخلات كيف بنخشهم؟ مش اصلا عمر ما هستخدمهم يعني، فيش امكانيه حتنطلق عندي مجموعه من الشحنات اللي هي 1 0 1. فايش الاوتبوت تاعها؟ بنسميه دونت كير، حنرمز عليه بالرمز مين؟ اكس، كله ايش؟ كل الكلام اللي هنا ايه؟ اكس، اكس هنا ترمز لحاجه اسمها او مصطلح بنسميه دونت كير. دونت كير، يعني مش مهم. هذا طبعا المش مهم ليه اهميه معي في موضوع الجروبنج في الكيمات، بس الكلام اللي حسيب لك اياه لما تدخل انت في المشروع نفسه تسالني الاسئله. طبعا كل هذول هيك حيكونوا كل ايش؟ دونت كير اللي هم الاكسس. هذه هي الترو ستيبل. طبعا نمسك بالاول احنا حنمسك مين؟ نبدا مين؟ نبدا نشتغل على اللي هو مين؟ الاي لحاله، السيجمنت اي لحاله. السيجمنت اي لحاله طبعا هذه احنا من الترو ستيبل جبناها، وحنيجي هنا هيك بعد احنا ما حصلنا على الترو ستيبل تاعتها بتاعت اي لحالها. من وين جبتها؟ من التيبل الضخم الترو ستيبل تاعت كل الديكودا. طبعا حنيجي هنا حنحاول نعملها مابنج للكيمات زي ما احنا شايفين، ما فقط الحالتين هذول هم 0001 وبعدين 0100 هم اصفار، بالباقي كله ايش؟ وحدات. طبعا تنساش وين هذول الدونكير. طبعا بعد هيك حتعمل جروبنج حتستفيد من الدونكير. الدونكير هذا قد تكون الفاليو تاعته صفر او قد تكون واحد، حنستخدمها في الجروبنج فقط، نكبر الجروب. الكلام هذا انت حتطرق لحالك وتبدا تعمل بحث على الكلام هذا، يعني دور لحالك، واذا عندك انت حابب انا اوضح الموضوع هذا. بعدين بعد ما نخلص هذا حنرسم موست مينيمايز الاس او بي للاي سيجمنت، طبعا حنستخدم مين؟ الناند ناند نعملها، واذا احنا عملنا حنعمل برضه البي او اس للاي سيجمنت وحنرسم مين؟ النور نور، ولكن احنا حصلنا على السيجمنت على السيركت فقط تاعت مين؟ تاعت اي، بعدين حنجيب لمين؟ السيركت تاعت البي والسيركت السي والدي والاي والاف والجي، يعني كل السبعه، بعدين في الاخر ايش؟ ندمجهم مع بعض. هيك احنا بنبني الديكور، هذا يكون المشروع تاعك. حتى طبعا تفاصيله انا على الـ على الفيس، تفاصيل البروجكت هاي، الفورمات تاعتها، كيف حتكتبوا، متى حتسلموا الى اخره. هيك بنكون احنا انتهينا من المحاضره هاي. المحاضرة الثامنة، المحاضرة الجاية إن شاء الله حنبدأ ندخل في عالم الكومباينيشنال لوجيك، نبدأ نصمم مع بعض عملية الآدر، كيف بيجمع، كيف بيطرح، إلى آخره التفاصيل هاي. نشوفكم المحاضرة الجاية، يعطيكم العافية.